تقدري تفتكري احلى عشاء اتعشيتيه في حياتك؟ ما هو بص بقى يا امير، والواحد متجوز مش هقدر اقول حاجه، يبقى لازم اقول العشاء اللي اتعشيته معاه. ما ينفعش عشاء تاني، ما ينفعش عشاء تاني. لا، كان في عشاء لذيذ قوي عمله لي فالنتاين. رحنا مطعم لطيف قوي وقعدنا اتعشينا، بس انا كان عندي شغل بعدها في خلعت. كان ايه المختلف فيه يعني؟ المختلف ان انا دايما كنت في فالنتاين بشتغل اكتر من اني ممكن اخرج عشاء. هو عملها في ميعاد قبل الشغل. طبعا انا ما اكلتش لان انا ما باكلش قبل الراس، بس كنت مره واحده تلاقي الكرش ضرب، الكرش ضرب بقى، وبعدين البدله فضحها حضرتك، تفضح اي حاجه. لا يعني انبسطت لانه كان غريب على يعني عليكم مثلا، غريب على حياتي. على حياتك عامه، مش عليكم انتوا الاثنين. لا، كان اول مره يبقى يوم زي ده، اول مره اتعشى في فالنتاين. طب وانت قاعده مبسوطه مثلا في فالنتاين معاه وبتتعشوا انتوا الاثنين، ما بتجيش مره واحده كده تفصلي وتفتكري علي ابنك عشان قاعد بره؟ موضوع علي ده يعني انا بفتكره في كل لحظه وفي كل وقت، مش بس عشاء. يعني طول الوقت بتقعدي تطمني عليه وتقولي له انت كويس؟ طب احلف واتصلي تاني. انا ام رخمه ودايما حاسه ان هو مخبي عنك حاجه. هو بطبعه، هو برج الجدي بطبعه، ما بيقولش كل اللي جواه. يعني بيحكي لك فتفيت من الحياه، من الحاجه. طب كمل يا حبيبي، طب عملت ايه في المدرسه، طب كله تمام يا ماما. ما بحبش اتكلم معاكي ولا هو كده؟ هو طبعه كده. لمين؟ ليكي ولا لابوه؟ لا لا، ابوه. مش ليا. ابوه كان كده؟ ابوه كان كده. الله يرحمه. الله يرحمه. طب لو كان عايش معاكي في مصر هنا، كان يبقى عنده مشكله من ناحيه الشغل بتاعك؟ لا خالص، هو ما عندوش مشكله ناحيه الشغل بتاعي. عشان اتربى بره مثلا، فالفكر اختلف. لا خالص، هو بقى له 6 سنين بس، هو قبل كده كان متربي هنا. يعني هو متربي، وعلى فكره هو شرقي خالص، هو شايف مامي بتشتغل، دي مهنتها. بالعكس، ده بيدافع عني لو على النت حد كتب اي حاجه، بيخش بيرد، بيخش يرد. واصحابه محدش مثلا ممكن يقول له حاجه بتاع؟ لا، اصحابه هناك يعني مامته ستار، يعني هم شايفين ان ده واو، بيخشوا على اليوتيوب يتفرجوا، بيتباهى بيجي هنا. طبعا هناك بالنسبه لهم واو، بيلي دانسين كمان يعني حاجه مرعبه. طب انت واو فعلا يعني. ليه الرقص دايما بيتحط تحت بند الاثاره الجنسيه مع انه موجود من زمان؟ اشمعنى دلوقتي يعني اختلف ليه؟ وانا مش عارفه، هم حاطين اليومين دول كل حاجه، اي حاجه تحت الاثاره الجنسيه، تحت الاثاره الجنسيه. يعني مش يعني مش عارف، يمكن الناس عندها كبت، ما اعرفش. يمكن عشان الحاجات الجديده اللي عماله تطلع اليومين دول، الحاجات الغريبه دول. لا بالعكس، انت مفروض بتنقي ذوقك وبتتفرج، مش عشان الحاجات الغريبه اللي طالعه تغير لك اخلاقك. لا يعني انا لو ببص على الفن على انه فن، هيعجبني منه حاجات ومش هيعجبني منه حاجات. انما يحولني لاني قصار جنسيا بس. طب وجهة نظر الناس للرقص اتغيرت عن زمان؟ لا خالص، بالعكس سائد.